السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قبل انتهاء مهلة الثلاثة أيام، السعودية تعلن استعدادها لتنفيذ خارطة الطريق في اليمن. وإلى التفاصيل. أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس استعدادها التوقيع على خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الحرب التي تشنها منذ أكثر من 9 أعوام، وذلك قبل انتهاء المهلة التي أعلنتها قوات صنعاء. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية جاهزة ومستعدون للعمل وفقا لها، ونعتقد أنه بالتوقيع عليها سيكون بوسعنا المضي قدما. مضيفا: نتمنى التوقيع على خارطة الطريق اليمنية عاجلا وفي أقرب وقت ممكن. مشيرا إلى أن الأوضاع في اليمن لا تزال صعبة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا الحاجة للانتقال إلى حالة أفضل. وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي قبل انتهاء المهلة التي أعلنها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تدوينة له على منصة إكس بثلاثة أيام للسعودية من أجل التوقيع على خارطة الطريق، ملوحا بإنهاء حالة التهدئة وفرض السلام بالخيار العسكري. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.